اجتمع رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة عشية اليوم برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار وعدد من المسؤولين، من بينهم حسنة بن سليمان المكلفة مؤخرا بالعلاقة بين الحكومة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبعض القيادات الأمنية والعسكرية. وتناول اللقاء مسألة التحضير المادي واللوجستي للانتخابات القادمة. كما أكد مهدي جمعة باسمه وباسم الفريق الوزاري العامل معه أنهم لن يكونوا طرفا في الانتخابات القادمة. كل شيء عبرنا على ارتياحنا على القانون الانتخابي اللي صار واللي تو باش يسهل لنا ان شاء الله طريق معبد مازالت اختيار الادات، ولكن يظهر لي متفقين كنا كونه الانتخابات ان شاء الله باش تصير في 2014. اخذينا الجدول، اخذينا الاجراءات اللي قاعدين نقوموا، فصار ياسر تقدم في جميع النواحي، في المقرات، في الديتاشمون تاع البيرسونيل من الوظيفه العموميه، كذلك شفنا الجانب الامني باغ انتيسيباسيون كانوا فيه مسؤولين امنيين باش ان شاء الله ننتفعوا بالتجربه اللي صارت في 2011 وتكون باغ انتيسيباسيون احسن الظروف واحسن المناخات مهيئه. وزاد باش نجاوب على سؤال ما سالتونيش باش تسالوني عليه، احنا الجميع الحكومه ماهيش طرف في الانتخابات. ما زلنا قاعدين نعملوا على ضبط هذه الميزانية على الضوء كما قلنا التقدم في المسار الانتخابي وتحديد مختلف المواعيد. وبالنسبة لبقية العناصر اللي قاعدين نعملوا فيها هي خطط تتعلق أولا بعملية ضبط الحملة الإعلامية اللي باش تبدأ بالتحسيس إلى أن نصل إلى آخر مسار الانتخابي. اثنين، بالنسبة لعملية تركيز الموارد البشرية وجملة المناظرات وجملة الآليات للعمل على استكمال الطاقم البشري للهيئة في أقرب الأوقات. ثم الشيء الثالث بالنسبة للميزانية، فما بعض العناصر بعض النصوص اللي قاعدين نخدموا عليها تو نحضروا فيها، ومعناتها مبدئيا إن شاء الله من هنا لآخر الشهر يكون هذا كل حاضر.